حبوباتي احبائي، مرحبا بكم في نهار جديد وفي فيديو جديد. واليوم غادي يكون فيديو مميز جدا لي انا غادي نتمنى يعجبكم، خاصه انني درت فيه واحد ليفور. اولا كانت بلاصه بعيده بزاف عليا، ولكن قلت مادام عجبكم الخريف في اليابان فانا نتنقل ونمشي نشوفها. اكيد انا ولا المهدي راجلي تمتعنا، ولكن كانت الحاجه المهمه عندي هي انني ناخذكم مع حد الخريف باقي، تشوفوا معايا الاجواء ديال الخريف في الليل كيفاش كيكون. وحاولت ندير واحد الطريقه ديال التصوير اللي نتمنى تقولوا لي في لي كومونتير واش مزوينه ولا ما زويناش. حاولت نحسسكم كانكم داخلين في وسط هاد الشجر وكتمسوه وكتحسوا به، وبقات غير الريحه ما عرفت كيفاش نوصلها لكم. حنايا اليوم عاوتاني كنغتنموا الفرصه مع حد الخريف باقي، فغادي نجيو لواحد لو بارك لي زوين، حتى هو زوين بزاف. وفي الاخر كيديروا فيه تيديروه كامل بالدواء وداكشي. المهم راكم غتمشيو معايا دابا باش تشوفوا مزيان، خليكم معايا. سميتو هيكاري توموري نو ستوري، زعما الاضواء والغابة، ليستواغ ديال الأضواء والغابة، هذا هو المعنى ديال هذا البارك. راه الميبي كيشري تما في البيه. أوووو باينة عليه غادي يكون زوين. كونيتشوا دانكا، تانا شكون هاد التاكي ماشتا؟ そうですね。いや、暗くなる前にちょっと見たいなと思って、ね、間に合ったな。ありがとうございます。あ、はい、お願いします。あれ、お客様、あ、そうだ。国から。私マロッコです。お、はい、わかります？わかんない。わかんない。残念、すごいいいところですけど。ね。あれ、マスク。モロッコ。モロッコです。アフリカ大陸の外れ。そうですそうですそうです。地中海、太平洋側。そうですそうです、ね、あの地中海ですね。そうか、はい、そう、すごい素敵なところ、ぜひ映画のカサブランカ。そうですそうですそうです、ね、じゃあモロッコの皆さんに何か一言お願いします。はい、はい、こんにちは。アッサラムアレイコム。アッサラムアレイコム。わかんない、難しい。難しい。失礼します。おー、セージョリー、セージョリー。わー、فهنا انا عارفكم ما غاديش تكونوا فهمتوا شنو كان كيقول لي، فهو كان كيسولني انا منين وعلاش كنهضر باليابانيه هكا. فقلت لي انا دي مده طويله هنا، وقال لي منين، قلت لي انا من المغرب، فما عرفش في المغرب. ولكن من بعد كيعرف هما غير كاسابلانكا، كتقول لهم كاسابلانكا كيعرف المغرب. قلت لي راه بلاد زوينه ومرحبا بيك ومرحبا بكم كاملين، و ان شاء الله ان شاء الله بلادنا تبقى دائما بهاد الصوره الجميله اللي عندها، اللي كاينه في الخارج. بالنسبه لليابانيين المغرب راه بلد اكزوتيك، بلد جميل، فانا مفتخره بزاف بزاف بانني مغربيه.
بلاصة زوينة في الحقيقة. فصافي يا حبوباتي، من بعد ما شطحنا وردحنا ونشطنا واحد شوية، غادي نمشيو ندير واحد الدويرة في هذا لو بارك قبل ما يظلم الحال، لانه فاش يظلم الحال كيولي عاوتاني واحد المنظر اخر. فبغيت نغتنم الفرصه نوري لكم في النهار، زعما ماشي في النهار دابا راه غروب الشمس هذا، ولكن زعما فاش باقي الضوء، ومن بعد ان شاء الله فاش غادي يوليو الاضواء. مناظر جميلة جميلة جدا، فريمون انا دوزت نهار زوين 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 بزاف، ولكن قلت ما يمكنش نتمتع بيها انا بوحدي، وما نمتعكمش زعما بيه حتى نتوما معايا. واخا نتوما كتشوفوا الدنيا خاوية نورمالمون كتكون عامرة بزاف، وهاد الطبالي وهاد الشيء اللي كتشوفوا كلهم كيكونوا عامرين بالناس، وكيكونوا الناس خدامين. زعما فريمون راه هاد الوباء هذا راه ماشي جا غير على المغرب ولا على الناس اللي كيقولوا زعما حنا فقدنا الخدمه ديالنا، وهذا هانتوما كتشوفوا حتى في اليابان بزاف د الناس فقدوا الخدمه ديالتهم وكلشي، ولكن باقي الناس عايشين، و هادشي اللي متحمسين وكيقولوا لا خصنا نديروا هكا كيديروا الاضواء. واخا نورمالمون هاد البلاصه هادي راه كتكون كلها هي غابه كبيره كبيره، قد الغابه ديال تقريبا قد الغابه ديال المعموره اللي في الرباط، وكتكون كلها بالاضواء. فهما دابا كيحاولوا ينقصوا من هذاك الضوء ويديروا زعما، لان ما كاينينش الناس اللي يجيو يشوفوا هذا، كينقصوا شويه كيديروا الاقتصاد. فانا والمهدي دابا بوحدنا مغتنمين الفرصه، وكندورو فهاد الغابه هادي. هاد البلاصه هادي راه مختصه بالسيكليزم، بالناس اللي عندهم لا بيسيكليت، ولكن ما كاين حد دابا، ما كاين بيسيكليت، ما كاين والو. فاحنا كندورو مع راساتنا وكنساراو واخدين راحتنا. حنا غادي في وسط الغابه، بانت هاد البلاصه فيها الضو، جاني راسي بحال فدوك الحجايات ديال زمان كنا غاديين في الغابه، ويبان لنا واحد الضو بعيد وحنا نلقاو منا الغوله. وعلى ذكر الحجايات وهذا، شوفوا هاد المنظر هذا اللي لقيت انا، هذاك الضو اللي لقيته ما لقيتوش ديال شي دار ديال من الغوله، لقيت منظر جميل رائع رائع رائع، سبحان الخالق والله العظيم. وهادشي فكرني في واحد ما كوزين اللي الله يطول عمرها ويخليها لينا، اسمحوا لي غادي نقول لكم سميتها اليوم، لانها انسانه عزيزه على قلبي، وكتحماق على شي حاجه سميتها الخريف. فانا كنقدم لكم كلكم هاد المناظر الجميله ليها حتى هي. وهاد الانسان العزيز على قلبي هي انا كنسميها اختي عيشه، اللي هي البركه ديال العائله كلها، كنحماقوا عليها. ومني كنا صغار كتبقى تعاود لينا الحجايات ديال سوندريون ديال من الغوله وديال المهم، كانت تعاود لينا دائما الحجايات، وهادشي ما بغاش يتحيد ليا من راسي، دائما كنتفكرها. الله يخليها لينا، والله يخلي لكم اللي عزيز عليكم.
دابا انا هنا ما غاديش غادي نحاول زعما ما نقويش عليكم الهضره، غنخليكم تستمتعوا بهذا الاجواء وبهذا المناظر، وغادي نحاول ندخلكم وسط الشجر وتحاولوا انا قلت لكم زعما ما كرهتكمش كلكم معايا، ولكن الله غالب. انا اللي غادي نقدر ندير هي انا طريقه التصوير، غادي نحاول نصور كانكم كدوزوا وسط الشجر وكانكم كتشموا الريحه ديال هاد الطبيعه وديال هاد الارض وهاد المهم ما عرفتش كيفاش نصور لكم هاد الشيء اللي كنحس به دابا واللي بغيت نوصله لكم. سمحوا لي واخا قلت لكم غادي ما بغيتش نزعجكم بالصوت ديالي، نخليكم تفرجوا في هذه المناظر الطبيعيه، ولكن بغيت نغتنم هذه الفرصه نقول لكم غير بعض النصائح اللي كنتمنى تعجبكم واللي كنتمنى تدخل لقلبكم اللي غتكون من قلب قلبي فريمون، داكشي اللي كنحس به غادي نحاول نقول لكم، لان هذه القناه انا ما درتهاش على شي حاجه الا انني نكون قريبه منكم، نعطيكم بعض النصائح اللي تقدر تفيدكم في حياتكم. مثلا انك هالطبيعه راه فريمون كتعاون الواحد بزاف 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 انه يتجاوز المصاعب ديالو. هذا الا قدرتي مثلا دوزي تمشي غير لشي بارك قريب ليك، دوزي فيه وقيت زوين وتنسي المشاكل، وما تبقايش تقولي لا انا بوحدي اللي عندي المشاكل وانا بوحدي علاش يا سيدي ربي اللي انا درتي ليها كلا، لان اي واحد ولا اي وحده فينا راه عندها مشاكل، ولكن تحاول هي تجاوزهم بطريقتها. التفاؤل، اي حاجه دازت عليك قولي الحمد لله ونشكره لان هذه دازت عليا غنتعلم منها، وما تكونيش تقولي بانك انت ولا تقول بانك انت بوحدك اللي عندك هذه المشاكل، كاينين الناس اللي عندهم كتر، كاينين الناس اللي عندهم امراض الله يشافي كل واحد مريض، كاينين الناس اللي دايرين فايت ما عندهمش ما ياكلوا، كاينين الناس اللي بسطاء وحنا كلنا في المغرب بسطاء، ولكن كل شيء على النفسيه. حاول تكون متفائل، حاول اي حاجه شفتيها تبان لك زوينه حاول تعاون الناس، حاول تكون في دارك مع وليداتك ومع راجلك ولا مع مراتك محنين على بعضياتكم. ما عرفتش كاينين بزاف ديال الافكار في راسي بغيت نوصلهم لكم، انا هكا كنحاول دائما نكون متفائله، نحاول الناس اللي دايرين بيا ما نعطيهمش الطاقه السلبيه، كنحاول دائما نشوف الحياه احسن، واخا نكون زعما في مشاكل ما كاينش حد اللي ما عندوش مشاكل، ولكن كنحاولوا نقولوا لا حنا حسن، هذا الشيء اللي كيعطينا الله راه هذه تجارب، وان شاء الله غادي ناخذوا منها شي فكره ولا غادي ناخذوا منها شي فائده لحياتنا من بعد. سمحوا لي انا ما كنعطيكمش هنا مواعيد، ولكن والله كنقول لكم داك الشيء اللي كنحس به انا واللي كنعيشه، وكنتمنى حتى نتوما تفكروا بهذه الطريقه هذه غادي ترتاحوا.
هنايا كاين واحد المتحف في وسط هذه الغابه، متحف طبيعي، هذاك الشيء كله جمعوه من هذه الغابه نفسها وصايبوا منه هذه لي ديكوراسيون. فكتشوفوا الطبيعه شنو كتعطينا، خاصنا غير افكار من راسنا بحال داك الشيء اللي كنصايب تقريبا، ماشي بحال هادو دي بروفيسيونيل اللي مصايبين هذا الشيء، ولكن هذا الشيء كامل تقدري تاخذي منه افكار. كنتمنى يا حبوباتي ويا احبائي هذه الجوله الرائعه تكون عطاتكم واحد الطاقه ايجابيه اللي غادي تقدر تقول لكم بان غدا احسن، demain ça sera mieux.
حبيباتي احبائي، انا عارفه بان هذا الفيديو كان طويل عليكم، ولكن صدقوني بانني نقصت منها قدر المستطاع، ولكن هذا الشيء اللي وصلت ليه. كنتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه الجوله، وكنتمنى تاخذوا واحد الطاقه ايجابيه من هذا الفيديو وتكون مفيده لحياتكم. وكنبغيكم بزاف، وكنتمنى منكم الدعم ديالكم باش نبقى دائما هكا ندير معكم دي فلوغ، نخرج معكم ندور. حتى انا راك عرفتو كنخرج كنمشي للبلايص بعاد ولا، فكنتمنى تخلوا لي تعليقات، تخليوا لي دي كومونتير هكا غزيولين بحالكم، باش هادشي كيشجعني انني ندير اكثر. كنبغيكم بزاف، والى اللقاء، وفي رعايه الله.